بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج الترند. حلقة النهاردة بالتأكيد فيها تفاصيل مهمة جدا، وفيها أمور متعلقة بالتأكيد بالنادي الأهلي، خاصة من السوشيال ميديا. في أحاديث كثيرة خلال الساعات القليلة الماضية، وبالتأكيد هنتابع المستجدات خلال حلقة النهاردة. لكن سريعا ندخل في سؤال الحلقة اللي بالتأكيد له علاقة باللي حصل النهاردة عبر السوشيال ميديا والاهتمام الكبير جدا بمعيار شريف بنت النادي الأهلي ولاعبة النادي الأهلي اللي كانت النهاردة عاملة أداء كبير جدا في بطولة رولان جاروس. النهاردة بالتأكيد ده سؤالنا له علاقة بمعيار شريف لاعبة النادي الأهلي وأول مصرية تشارك في رولان جاروس، وجه رسالتك ليها. إيه الرسالة اللي تحب توجهها لمعيار شريف لاعبة النادي الأهلي بعد المشاركة المميزة اللي شرفت فيها النادي الأهلي ومشرفت فيها مصر بالتأكيد في هذه البطولة الكبيرة، بطولة فرنسا المفتوحة رونالد جاروس؟ شاركونا من خلال صفحات القناة على الفيسبوك وتويتر وإنستجرام، وبالتأكيد هنعرض كل هذه المشاركات في الفقرة الأخيرة من برنامج الترند. لكن خلينا نبدأ بأهم العناوين، وعناوين ترند النهاردة بالتأكيد فيها تفاصيل كتيرة، لكن على طول نروح لعناوين الترند. في ترند الأهلي، الفريق الأول يختتم تدريباته لمواجهة الترسانة. في الترند المحلي، معيار شريف تصنع التاريخ في رونالد جاروس. في الترند العالمي، ليفربول يواصل انطلاقته في الدوري الإنجليزي. بالتأكيد في مباريات مثيرة في اليوم، واستكمالا طبعا للجولة 30 من الدوري العام، وطبعا خلاص الدوري الحمد لله حسم بشكل رسمي، والنادي الأهلي بطل للدرع رقم 42. لكن النهاردة في مباريات ليها علاقة سواء في صراع المركز الثاني أو حتى في صراع البقاء في الدوري بالنسبة للمرحلة القادمة. مباراة المقاولين ونادي إف سي مصر طبعا انطلقت في حدود الساعة 3 عصرا، والمباراة 6-0، نتيجة كبيرة جدا لفريق المقاولين العرب أمام نادي مصر، وكانت لها كمان هدف سابع. مباراة مثيرة جدا، لكن يبدو للمقاولين العرب بقيادة عماد النحاس داخل بشكل قوي في المنافسة على المركز الثاني مع الزمالك وبيراميدز. إنبي والمقصة الساعة 5:30، بيراميدز والاتحاد الساعة 8. لكن في المباريات الأوروبية والدوريات الأوروبية النهاردة في مباراتين في الدوري الأسباني، ريال سوسيداد مع فالنسيا الساعة 7، وختافي مع ريال بيتيس الساعة 9:30. الدوريات الأوروبية بدأت وعجلة المباريات بدأت في أوروبا، لكن طبعا في مصر خلاص احنا في المرحلة الأخيرة في نهاية الدوري المصري. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل فقرة ترند الترند، لأن النهاردة عندنا كلام كبير قوي على بنت الأهلي معيار شريف، وتفاصيل مهمة جدا على هذا الإنجاز الطيب والعظيم اللي في النهاية بالتأكيد بيشرف الرياضة المصرية. اهلا بحضراتكم من جديد، وفقره ترند الترند النهارده. ترند الترند حاجه تقدر تقول عليها فخر للرياضه المصريه، لان دايما الترندات في مصر بتكون ليها علاقه بالمشاكل، المشاكل الموجوده في الرياضه، المشاكل الموجوده في كره القدم، المشاكل الموجوده في الدوري المصري، المشاكل الموجوده في البطولات الافريقيه. لكن لما تصحى الصبح على ان السوشيال ميديا كلها ما هوش حاجه غير انها تتفرج على لاعيبه النادي الاهلي وبنت مصر معيار شريف وهي بتلعب في رولان جاروس، هنا مش بتتكلم على رياضة أو بتلعب لعبة، لا، أنت بتتكلم عن إنجاز عظيم جدا للاعبة مصرية، لاعبة في النادي الأهلي بتشرف مصر في محفل دولي كبير زي ده. رولان جاروس إحدى البطولات فرنسا المفتوحة، أنت مش بتتكلم على بطولة عادية، ومش بتتكلم على دور عادي، مش أدوار تمهيدية، أنت بتتكلم على مراحل في أدوار نهائية، وبتلعب كمان أمام لاعبة مصنفة التشيكية كارولينا بليسكوفا. بتتكلموا ان هي دي كانت المصنفه رقم 4 عالميا والثانيه في البطوله، فبالتالي بتتكلم عن انجاز كبير جدا. معيار شريف شرفت مصر، شرفت الاهلي، فخورين بيكي جدا جدا يا معيار، المستقبل افضل ليكي يا رب باذن الله. مكسب حقيقي النهارده، الروح القتاليه اللي كنت بتلعبي عليها والاصرار على الفوز امام المصنفه الرابعه والاولى سابقا على العالم. اللي عملتيه النهارده ده درس لكل الرياضيين في جميع الالعاب، ازاي تقدر يكون عندك صبر واراده وتحدي عشان تمثل بلدك افضل تمثيل. طيب انا بينضم لي دلوقتي على الهاتف الكابتن اسماعيل الشافعي رئيس اتحاد التنس عشان يكلمنا اكتر على انجاز معيار شريف والمشاركه النهارده لاول مره في بطوله رونان جاروس والوصول لهذه الادوار بشكل كبير جدا، وهي ادوار بتتكلموا ان هي هتنقل نقله ثانيه للتصنيف بالنسبه للمرحله اللي جايه. كابتن اسماعيل مساء الخير على حضرتك. مساء الخير، اهلا بيك يا محمد. اهلا وسهلا بحضرتك. اولا عايزك تكلمنا على مشاركة أول لاعبة مصرية في هذا الدور تحديدا في بطولة رولان جاروس، والإنجاز اللي اتحقق النهارده، والمباراة اللي أديتها بشكل قوي،
وقدرت كمان تقتنص مجموعه في هذه المباراه من اللعيبه التشيكيه. والله احنا كان عندنا امل كبير في ميار من فتره، من وقت ما تاهلت للاولمبياد في المغرب السنه اللي فاتت، واحنا عاملين لها مساعده ومسانده شديده سواء من الاتحاد المصري للتنس او اللجنه الاولمبيه او وزاره الشباب والرياضه، ومعمول لها برنامج هي ماشيه عليه كويس. هي معظم الوقت قاعده في اسبانيا في معسكر تدريب خاص بيها، وليها المدرب الخاص بتاعها اسباني الجنسيه، وعامل لها في الحقيقه شغل كويس قوي. دخلت على بطوله رولان جاروس وهي ترتيبها 170، ده كان بيأهلها انها تخش في الادوار التمهيديه بتاعت هذه البطوله. دخلت وكسبت 3 مباريات كويسين قوي، بالذات المباراه الثانيه كانت تلعب ضد لعيبه افريقيه اسمها ماكنالي، ترتيبها 120، فقدرت ان هي تقدر تفوز عليها وتروح للدور الاخير في التاهيل ضد لعيبه ايطاليه ترتيبها برضو متقدم عليها 150، وقدرت تفوز عليها وتخش للدور الرئيسي. المستوى الفني وصلت ليه ازاي يا كابتن اسماعيل؟ المستوى الفني يعني ميار عندها موهبه عاليه جدا، عندها اصرار شديد على انها تبقى لاعبه مصنفه من ابطال العالم، فالموهبه وهذا الاصرار هم دولت الاسلحه بتاعتها الاساسيه، فوصلوها الى المستوى اللي وصلته. بل انا منتظر ان شاء الله على نهايه العام ان ترتيبها هيكون داخل ال 100 الاوائل ان شاء الله. ممكن تلعب في البطولات الاربعه الكبرى الفتره الجايه بدون تصفيات بعد المستوى اللي وصلت له والتصنيف اللي ممكن الرانكينج الفتره الجايه يتغير؟ اكيد، اول بطوله من الاربعه الكبار هتكون في استراليا في اخر شهر يناير. انا بعتقد ان ترتيبها هيبقى يسمح لها تخش في الادوار الرئيسيه ومش هتحتاج تخش في الادوار التمهيديه. ممكن يكون في منافسه قويه في اولمبياد طوكيو ان شاء الله بالنسبه لها، وتكون في امل في ميداليه لمصر في لعبه التنس ان شاء الله. يعني برضو مش عايز ان انا احط عليها عبء تقيل جدا. اوكي، قدامها لسه مرحله طويله. انا عايز اقول ايه، ان شاء الله الميداليه دي هتيجي في اولمبياد 2024 باذن الله. باذن هتكون ميار بقت لعيبه مكتمله ونضجت كاملا سواء فنيا او استراتيجيا في اللعب، فهنقول ان احنا بننتظر منها تمثيل مشرف في طوكيو ان شاء الله. وانا بعتقد انها على طوكيو هتكون في الخمسين الاوائل على العالم ان شاء الله باذن الله. كابتن اسماعيل الشافعي رئيس الاتحاد التنس، بشكرك شكرا جزيلا. وعلى طول برضو معنا الكابتن خالد فاروق المدير الفني اللي بالتاكيد ليه دور كبير جدا ومدرب كمان لميار شريف لاعبه النادي الاهلي. كابتن خالد مساء الخير على حضرتك. مساء النور. طبعا اولا بنهنيك وبنهني النادي الاهلي وبنهني الرياضه المصريه على انجاز طيب للاعبه ان شاء الله الفتره الجايه هتكون ليها مستقبل كبير، وعملت انجازات ونتائج طيبه بالنسبه للعبه التنس، خاصه انها في بطوله من الصعب ان اي حد في الفترات الاخيره او السنوات الاخيره يوصل لهذه الادوار ويلعب لاعبه مصنفه كمان في الفتره الاخيره. يا كابتن خالد، هي ميار طبعا كل مصر عرفت دلوقتي انها حققت انجاز نمره واحد في كذا حاجه، اول مصريه توصل المكان ده، اعلى ترتيب مصري من ساعه ما لعبنا تنس، انجازات كتير جدا. وهي فرصه برضو ان احنا ندي الحق لاصحابه. يعني انا صحيح مدير فني النادي الاهلي، بس يعني ميار انا مرنتها في المنتخب قليل جدا في الاهلي. هي دلوقتي مقيمه في اسبانيا بقالها فتره وبتتمرن مع المدرب الاسباني اللي هو مقتنع بيها بقاله فتره طويله جدا وعامل شغل معاها كويس جدا. دي برضو معادلة لازم اللعيبة تبقى عارفاها، يعني اللعيب بيوصل ازاي، لان لعيبة كتير جدا من مصر بيختاروا انه يسافر مثلا يروح اكاديمية او مركز تدريب. الاتجاه ده ما نجحش قوي مع المصريين، بس لازم تلاقي كوتش عنده الاقتناع ده وعايز يعمل حاجة، لان عارف حضرتك في فرق بين ان انت تعمل بطل والموضوع مكلف قد ايه للكوتش وللبنت نفسها والتكاليف اللي بتكلفها، وان انت تعمل اكاديمية علشان الربح ويبقى عندك مدربين كتير ولعيبه كتير وبتصرف عليها كتير، لها مسؤوليات مختلفه تماما عن قصه ان انت تعمل بطل بالمستوى ده. اكيد. طيب كابتن خالد، في ايجاز او في ثواني قليله، هل عندنا ان شاء الله في الفتره الجايه من بنات النادي الاهلي او لاعبي النادي الاهلي لعبه التنس ممكن يكون في الفتره اللي جايه في لعيبه واعدين الفتره الجايه ان شاء الله نشوف مستقبل في لعبه التنس سواء من الاهلي او من الرياضه المصريه؟
طبعا الانجاز بتاع ميار ده زق ناس كتير جدا انها تصدق نفسها، لان انت المشكله ان احنا في مصر اللعيب حتى بليسكوفا في اول الماتش تحس انها برضه سمعت عن ميار وكل حاجه بس مش مصدقه انها جامده قوي كده. تمام. موضوع ان اللعيب المصري يصدق ان هو يقدر، ميار خدت خطوه كبيره في القصه دي عشان كلنا نصدق في القصه دي. اكيد. الصدفه الجميله ان ميار عندها ثلاث اخوات، اختها الصغيره روان، وانا بتفرج على ميار النهارده فيها منها كتير جدا. وماشيين وراها في الطريق وهم في منتخب مصر برضو، ده غير برضو فيها لعيبه كتير جدا ولاد وبنات بإذن النهارده الله. كلهم كانوا بيتابعوا الماتش وعايزين يبقوا زي ميار. ان شاء الله. كابتن خالد فاروق المدير الفني للنادي الاهلي لعبه التنس، انا بشكرك وكل التوفيق ليك يا رب، وان شاء الله الفتره الجايه يكون في اضافات للرياضه المصريه، لان دايما الانديه بتكون ذخيره حيه للرياضه المصريه وبتشرف بالتاكيد الرياضه المصريه في المحافل الدوليه الكبرى. شكرا جزيلا كابتن خالد، شكرا جزيلا كابتن اسماعيل الشافعي رئيس الاتحاد التنس، والشكر موصول للنجمه الكبيره لاعبه النادي الاهلي ومنتخب مصر ميار شريف، وكل التوفيق ليك الفتره الجايه ودعم الاعلام بالتاكيد ليكي، لان انت مثال حي للرياضي اللي عايز يعمل حاجه لمصر. اخرج الى فاصل، ثم بعد الفاصل نواصل حلقتنا من برنامج الترند وندخل فيها في سوشيال الاهلي واللي اتكتب على الاهلي في السوشيال ميديا. اهلا بحضراتكم من جديد، والترند الاهلي والحديث عن مباراه كاس مصر، مباراه الترسانه، العوده من جديد للمسابقات المحليه، لكن بالطبع مسابقه مختلفه، دوافع اكيد مختلفه في المرحله اللي جايه. ان شاء الله باذن الله يكون النادي الاهلي جاهز بالنسبه للمرحله الجايه. لذلك في هذه اللحظات بذهب مباشره الى ملعب مختار التتش بالجزيره عبر التي في لايف، الزميل العزيز شريف شعبان مراسل قناه النادي الاهلي، عشان يطمننا على الحاله الفنيه، الحاله البدنيه، استعداد الفريق، الغيابات، ازاي الفريق بيستعد ان شاء الله لمباراه الكاس غدا امام فريق الترسانه. مساء الخير يا شريف. مساء الخير محمد، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. بالفعل يمكن مباشره وخاص وحصري على شاشه قناه النادي الاهلي التمرين الاخير للنادي الاهلي قبل مواجهه الترسانه بكره في الثامنه مساء على استاد الاهلي والسلام. بالتاكيد مباراه مهمه جدا ودوافع مختلفه، ومباراه بخلاف مباراه الدوري، دي مباراه الكسبان بيتاهل الادوار النهائيه والادوار التاليه. الصوره عندك في ملعب التتش، الغيابات، ابرز اللعيبه اللي موجودين ان شاء الله في المعسكر، لان بالتاكيد بعد التمرين مباشره ريني فايلر هيعلن القائمه اللي بتستعد لمباراه الترسانه. وايضا كمان لو اتكلمنا على الترسانه لو في استعدادات خاصه وفي يعني حاله فنيه او قائمه اللاعبين، لو عندك معلومات ايضا عن الترسانه. يمكن من خلف تمرين النادي الاهلي يمكن ابرز نجومه كهربا، حسين الشحات، محمد محمود بيشارك في المران، يمكن علي لطفي بيشارك يمكن تدريبات بدنيه وليس تدريبات فنيه، ويبدو كده خلاص ان مصطفى شوبيره وحجز يعني حراسه المرمى غدا بكره باذن الله، بتمنى له التوفيق. مصطفى حارس واعد شاب بكره، جماهير النادي الاهلي بكره هتشوف باذن الله مصطفى شوبيره، يعني بسال باذن الله ربنا التوفيق يكون موفق ويظهر بالحاله اللي عليها مصطفى شوبير في التمرينات وفي مباريات لعبها مع قطاع الناشئين. يمكن زي ما قلت لك يمكن الكل بيستعد لهذه المباراه، غيابات النادي الاهلي كتير، بتتكلم في السوليه، ايمن اشرف الايقاف، اصابه رامي ربيعه، احمد الشيخ ما بيشاركش ايضا في مران اليوم، عنده اجهاد عام، وليد سليمان ما بيشاركش، علي معلول ما بيشاركش، لعيبه كتيره جدا ما بتشاركش في مران الاهلي، ويبدو ان هي خارج هذه المباراه. ولكن الاهلي بمن حاضر، الاهلي يمتلك ذخيره كبيره جدا من اللاعبين، من خلفي احمد فتحي، العربي بدري، محمد شكري الباك ليفت، احمد شكري ايضا صانع الالعاب، لعيب مبشر جدا، مجدي قفش ايضا موجود، مصطفى شوبير، حمزه علاء موجودين في حراسه المرمى النادي الاهلي، يمكن بمن حضر وباذن الله يعملوا مباراه بكره تليق باسم النادي الاهلي. انت عارف الكاس دايما مفاجات، ما فيش في اسمها حاجه فرقه صغيره وفرقه كبيره، الترسانه في موقف لا يحسد عليه، الترسانه يمكن بيلعب في مجموعه القاهره والسويس في المركز الحادي عشر يمكن قبل الاخير، يمكن موسم كارثي لنادي الترسانه، ولكن مباراه الاهلي ليها حسابات غير، بيقود طبعا الترسانه فنيا مدير فني من ابناء الترسانة الكابتن شاكر عبد الفتاح، وبيعاون طبعا الكابتن علاء حسب الله وكابتن بهلول ومدير الكره الكابتن حسام مبروك، جهاز ترسناوي خالص بيقود فريق الترسانه بعد يعني صدمات او الموسم العسير لفريق الترسانه. يمكن كان عندهم مباراه يوم السبت مع فريق الزرقاء وتعادل في ملعب طبعا الشاذلي بهدف مقابل هدفه من قبل مباراه بتروجيت، هزم 0-1، النتائج على عكس العاده مع الترسانه، ولكن عندهم امل ان يقدموا عرض مشرف وعرض قوي امام النادي الاهلي.
تايلر مركز النهارده في مباراه الترسانه، عمل محاضره فيديو قبل المباراه حوالي 10 دقائق اتكلم فيها عن نقاط القوه والضعف لفريق الترسانه، وفي ارض الملعب ايضا عمل محاضره على السبوره بمراكز اللاعبين اللي هيبدا بيها بكره. الراجل في التشكيل او في التمرين النهارده خافي التشكيل هيلعب عليه، التمرين مغلق تماما لكل مشاهدي او الاعضاء الموجوده في النادي الاهلي، التمرين بس مفتوح فقط وحصريا لشاشه قناه النادي الاهلي. بكره باذن الله تكون مباراه قويه تليق باسم الناديين، اسم النادي الاهلي كبير جدا، والترسانه ايضا ثالث الانديه حصولا على بطولات بعد الاهلي والزمالك، هيكون ثالثهم هو فريق الشوكيش او فريق الترسانه. زميلي شريف شعبان مراسل قناه النادي الاهلي بشكرك شكرا جزيلا من ملعب مختار التتش بالجزيره، طمنتنا على الحاله الفنيه والاستعداد لمباراة الترسانة، وبالتأكيد استعداد مختلف إن شاء الله للمرحلة اللي جاية، ونسأل الله التوفيق إن شاء الله لفريق النادي الأهلي في المرحلة القادمة، مباراة كأس مصر، مباراة البطولة الإفريقية، إن شاء الله الفترة الجاية تكون فيها أشياء إيجابية عشان ننهي الموسم بشكل أفضل بإذن الله. لكن سريعا ندخل بقى في ترند الأهلي واللي اتكتب على الأهلي في السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة، عشان دايما بنحاول نوصل لجمهورنا الأحداث بشكل سليم. أول حاجة معايا من سوبر كورة على الصفحة الرسمية على الفيسبوك، وعنوان رئيسي: الأهلي يشهد حالة طوارئ حتى الخميس قبل الإعلان عن مصير فايلر. طيب محتاج أوضح حاجة مهمة جدا في هذه الجزئية، لأننا في النهاية لما بنشتغل بنقدم المعلومة والرسالة الحقيقية لجمهور النادي الأهلي. ما يكتب وما يقال في وسائل الإعلام بنسبة 99% غير صحيح، ليس فقط في الترشيحات أو الأسماء اللي ممكن بيتم تداولها، القرار الرسمي أو الإطار الرسمي لهذا الموضوع هيكون يوم الخميس الساعة 10 صباحا بإذن الله اجتماع مجلس إدارة عشان يشرح للناس المرحلة الجاية الشغل هيبقى فيها إزاي. في كلام وفي تفاصيل وفي كواليس مش في وقتها، لكن الجمهور للأسف في رسالة إعلامية بتتصدر له بشكل غير صحيح، وفي معلومات خفية عن الجميع بتتصدر بشكل غير صحيح، والبعض ممكن بيجتهد فبيحاول يقولها بشكل موضوعي، لكن البعض مش بيجتهد، البعض بيحاول يصدر رسالة غير صحيحة لأهداف معينة. هذا الملف تحديدا النادي الأهلي بيشتغل فيه بشكل احترافي نظرا للظرف الراهن اللي احنا فيه، مش بتكلم تحديدا عن باقي الملفات، لا كل الملفات الحمد لله ماشية بشكل كويس، لكن الملف ده بالذات في الفترة الحالية وانت مقبل على مباراة كأس مصر والبطولة الإفريقية، النادي الأهلي بيشتغلوا بمعيار السنتي يعني بالكلمة. في تفاصيل كتيرة قوي ممكن بعد يوم الخميس نبقى نشرحها للناس، لكن هذا الملف المجلس الإدارة ولجنة الكورة أو لجنة التخطيط والكابتن محمود الخطيب بيعي جيدا أهمية هذا الملف بالنسبة للمرحلة الجاية عشان تمقبل على مباريات إفريقية. الصالح العام اللي هيتم لصالح الفريق هو اللي هيتخذ بالقرار الجماعي يوم الخميس الجاي، لأن النادي الأهلي دائما بيتعامل باحترافية مع أي مدرب ومع أي جهاز ومع أي لاعب بالنسبة للمرحلة الجاية، وما تصدقوش أي قياس بيتشرح ليكوا في الفترة الحالية عبر بعض وسائل الإعلام، لأن أنا امبارح بالصدفة شفت فيديو عبر السوشيال ميديا مثلا للكابتن أحمد حسام ميدو وللكابتن حسني عبد ربه، وكان في حد تالت بس أنا مش متذكر يعني الاسم أو مش عارف بالظبط مين كان موجود معاهم، لأن أنا يعني بتكلم على لعيبة الكرة اللي عارفين التفاصيل الفنية والتفاصيل الكروية، وللأسف رسائلهم ممكن تبقى إيجابي وممكن تبقى سلبي، لكن كلامهم امبارح كان عايز يوصل رسالة لجمهور النادي الأهلي إن في أزمة، إن في مشكلة. لا في أزمة ولا في مشكلة، والنادي الأهلي جاهز للمرحلة الجاية بنسبة 100%. خدوا بالكم كمان المعيار اللي بيتشرح للناس مش معيار متكافئ مع أطراف أخرى، يعني لما فسخ كارتيروني المدير الفني نادي الزمالك عقده مع نادي الزمالك، الناس اتكلمت على فكرة إن إزاي ده كده ما ينفعش، المفروض أنت مدرب محترف. خدوا بالكم المعيار ده اختلف امبارح لما اتكلموا عن المرحله الجايه بالنسبه للنادي الاهلي. فرسالتي للجمهور من هنا للخميس هتسمعوا كلام كتير قوي، وفي البعض بيحاول يصدر رسائل غير ايجابيه. بعد الخميس هتشوفوا المصلحه العامه للنادي الاهلي هتروح لفين، احنا مقبلين على بطوله افريقيه، الكل بيشتغل على ان باذن الله باذن الله التوفيق يحالفنا ونعمل مباريات كبيره الفتره الجايه باذن الله. برضو معايا من السوشيال ميديا صفحة الأهرام على الفيسبوك اتكلموا على رحيل فايلر بيفتح الباب أمام بقاء أزارو في الأهلي. كل ده كلام سابق لأوانه ومفيش أي تفاصيل في هذا الموضوع. بنكمل معاكم اليوم السابع والصفحة الرسمية لليوم السابع، علي معلول يكشف للأهلي عرض 45 مليون جنيه سنويا من بيراميدز. طيب فكرة أن مسؤولي النادي الأهلي عقدوا اجتماع مع للدولي التونسي علي معلول الاستفسار عن هذا العرض اللي تلقاه مؤخرا،
لكن بشكل عام علي معلول باقي في النادي الاهلي، وعلي معلول لسه مجدد الموسم الماضي ومستمر في النادي الاهلي في المرحله الجايه، وهتسمعوا كلام كتير عشان يهز ثقه الجماهير مع اللاعبين وانتوا داخلين على بطوله افريقيه مهمه. صفحه يلا كوره عملوا تقرير ميشيل يانكون مدرب الحراس، تقرير فني على وجود ميشيل يانكون في الجهاز الفني للاهلي، ولماذا تطالب جماهير الاهلي ببقائه الشناوي واشياء اخرى. هو فيما معناه تقرير فني على اداء ميشيل يانكون مع مدرب مع حراس المرمى في النادي الاهلي خلال الفتره الاخيره، وازاي جماهير النادي الاهلي شايفه في عنصر ايجابي بيحصل في الفتره الاخيره وتطور لمستوى محمد الشناوي. والتقرير بيتكلم على القاء الضوء على الاداء الفني للشناوي، الجماهير بتقيم المرحله ازاي، واكيد برضو الجمهور بيبقى جاي عايز المصلحه العامه وشايف الافضل للفريق الفتره اللي جايه. لكن بشكل عام كل شيء متعلق بالمرحله دي يوم الخميس ان شاء الله هتعرفوها، وباذن الله هتكون شيء افضل باذن الله. مكملين معاكم برضو، وصفحه الوطن سبورت على تويتر كتبت خبر ان احمد الشيخ بيهدد الاهلي تعديل العقد او الرحيل. طيب احمد الشيخ ايضا كمان عمل ريبلاي على التغريده وكتب اكتبوا براحتكم وانا هاخد اجراءات القانونيه، اهم شيء عنوان الخبر يبقى بالشكل ده، مش فارقه بقى اذا كان الخبر صحيح ولا لا، الاهم انه يضرب ويجيب تفاعل. وبالمناسبه الموقع ده مش اول مره ينزل حاجه على لاعب بالنادي الاهلي، واعتقد الحمد لله الناس عارفاني كويس، استقيموا يرحمكم الله. طيب ده كان رد احمد الشيخ على الخبر، وبشكل عام الفتره الجايه احمد الشيخ مستمر مع النادي الاهلي، وبالتاكيد في تفاصيل هنتكلم فيها كتير لكن لما نعدي مرحله يوم الخميس، لان في كلام مهم قوي. لكن اهم شيء عندنا ان جمهور النادي الاهلي المعلومه والرساله هتعرفوها من خلال شاشه قناه الاهلي، لان في كلام كتير جدا الناس بعيده تماما، وما يكتب بعيد تماما عما يحدث في الواقع داخل النادي الاهلي. اخرج الى فاصل، ثم بعد الفاصل فقره تريند اونلاين، وهنحاول نلقي الضوء على موضوع هيكون فيه اهميه كبيره بالنسبه للمرحله الجايه تحديدا للبطولات الافريقيه الموسم القادم. اهلا بحضراتكم من جديد، وفقره ترند اونلاين والحديث عن المرحله اللي جايه بالنسبه للبطولات الافريقيه المزمع ان شاء الله بدايتها في شهر نوفمبر وشهر ديسمبر للمرحله الجايه بعد نهايه البطوله الافريقيه الحاليه. كنا استعرضنا معاكم من فتره قريبه اللي حصل في جدول مباريات البطولات الافريقيه، والاتحاد الافريقي ادى مهله للانديه اللي ممكن تشارك في البطولات اللي جايه بالنسبه للمراحل التراخيص واجراءات التراخيص ومين الانديه اللي ممكن تشارك. الاتحاد المصري عشان المسابقات لسه ما انتهتش اختار 8 انديه مبدئيا عشان ينتهوا من اجراءات التراخيص وارسالها للاتحاد الافريقي بحد اقصى غدا الاربعاء ان شاء الله يوم 30/9. طيب مزيدا من التفاصيل في هذا الموضوع معانا مداخله مهمه جدا عبر السكاي ترند اونلاين مع الكابتن محمد جرميده، طبعا شخصيه كبيره بالتاكيد للاتحاد الافريقي لكره القدم، كمان مراقب للمباريات الاتحاد الافريقي لكره القدم، الامين العام المساعد للاتحاد الليبي ايضا لكره القدم، عشان نتكلم معاه عن موضوع ملف التراخيص وايه اللي ممكن يتم خلال الفتره اللي جايه. كابتن جرميده مساء الخير. مشاهدي قناه الاهلي تي في، طبعا بنتكلم على ملف التراخيص، والاتحاد الافريقي منح مهله غدا ان شاء الله 30/9 يكون اخر ميعاد لارسال التراخيص المتعلقه بالانديه. ايه اللي ممكن يكون تم خلال الساعات الاخيره بالنسبه لهذا الملف، خاصه ان الاتحاد المصري كان اختار 8 انديه مبدئيا، والنادي الاهلي اول نادي ارسل بشكل رسمي ملف الترخيص خلال اليومين اللي فاتوا، وايضا كمان الانديه الليبيه عندها ملف لازم يتم ارساله بكره ان شاء الله. اكيد طبعا المواعيد بتختلف من اتحاد الى اتحاد اخر، يعني احنا غدا ان شاء الله ايضا هو اخر موعد للانديه المؤهله للمشاركه يوم الاربعاء 30/9، نقدم اوراق الوثائق المطلوبه للكاف. فبالنسبه للانديه هي اربع انديه بالنسبه للاتحاد الليبي، هم الانديه الاهلي طرابلس والاتحاد والاهلي بنغازي والنصر. حتى الان قدم الملف النادي الاهلي طرابلس فقط، وباقي المهله غدا ان شاء الله. اكيد. طيب الاتحاد الافريقي في خطاب 31/8 يا كابتن جرميده اتكلم على فكره ان المره دي اي نادي مش هيلتزم بمعايير التراخيص هيتم استبعاده نهائيا، وهتكون المسؤوليه مشتركه مع الاتحاد المحلي اللي بيتابع المعايير المتعلقه بالتراخيص الفتره الجايه.
طبعا هو لم يعد الاتحاد الافريقي لم يعد يحتمل التاخير في تطبيق نظام تراخيص الانديه، فالموضوع يعني اخذ يتاجل من سنه الى اخرى. هذا الموسم تقريبا الاتحاد الافريقي او بالاحرى هو جاد في تطبيق بكل صرامه يعني، وخاصه فيما يتعلق في بعض الامور او ناحيه الديون اللي على الانديه، وهو شيء مهم لابد الانديه ان تاخذ بالها منه يعني. يعني الديون ده عنصر اساسي، لو اي نادي عليه ديون او مستحقات لن يشارك. لن يشارك يعني، حتى احيانا يعني الانديه لابد تتاكد بان ما عليهاش ديون، لان لو اقرت بان ما عليهاش ديون وفيه لحد لعيب اشتكى عليهم ولا مثلا النادي اشتكى عليهم تبدا العقوبات اقصى واقصى بكثير يعني. تمام، هو في معايير اساسيه، المعيار القانوني والمعيار الاداري والمعيار المالي، المعيار الرياضي، كل دي معايير اساسيه في الحصول على الرخصه من الاتحاد الافريقي كابتن جرميدا. طبعا هم المعايير هي خمس معايير يعني، معايير احنا بنقولها المعايير الرياضيه، ومعايير بنيه تحتيه، ومعايير اداريه وتنظيميه، ومعايير قانونيه، ومعايير ماليه. كل هذه المعايير تحتوي على مجموعه من الوثائق والشروط والمستندات لابد ان تستوفى في مواعيد محدده، تدخل تم استلامها من قبل مدير التراخيص بالاتحاد الوطني، يوحيلها الى لجنه منح التراخيص الابتدائيه تكشف عليها وتتاكد من وجودها وصحه البيانات اللي موجود فيها، ومن ثم يتم منح الترخيص، وان لم تكن مستوفيه الشروط والوثائق فترفض، وللنادي الحق الطعن والاستئناف لدى لجنه الاستئناف الخاصه بلجنه تراخيص الانديه. كل الكلام ده لغايه 20 اكتوبر، قبل 20 اكتوبر هيتم الاعلان بشكل رسمي. بالضبط كده، بالضبط يعني 20 اكتوبر هو اخر موعد نهائي للكاف انه يستلم كافه التراخيص للانديه المشاركه في مسابقات هذا الموسم. ليبيا الحمد لله يمكن التصنيف المره دي يساعدها ان يشارك من عندها اربع انديه، رغم ان كان في تخوف ان ليبيا ما يكونش ليها انديه مشاركه بسبب ان ما كانش في دوري الفتره الاخيره. صحيح طبعا يعني كانت الاوساط الرياضيه في ليبيا فرحانه جدا ان يكون لها اربع انديه مشاركه، ونتمنى زي ما قلت لك غدا ان تستوفي كافه الشروط والمتطلبات حتى تتمكن هذه الانديه الاربعه من المشاركه. تمام، في مصر وضع مختلف، لسه المسابقات ما خلصتش، فتم يعني الاتفاق مع 8 انديه بشكل مبدئي، من ضمنهم بالطبع النادي الاهلي المصري، والحمد لله ارسل اوراقه قبل ايام، لان النادي الاهلي اصلا مبدئيا كده كده بيشتغل على الملف ده وعنده رخصه رسميه من الاتحاد الافريقي معتمده يا كابتن جرميده. تمام، هو طبعا حضرتك انت عارف ان الموسم هذا الموسم موسم استثنائي في كل شيء، في تسجيل اللاعبين، في مواعيد انتظام، ايضا كانت البطوله ما كانش تبدا في شهر نوفمبر يعني، كان نفترض انها شهر 5، ولكن بسبب جائحة تغير ورجعت إلى موعدها السابق. فهذا الموسم هو أيضا موسم استثنائي في كل شيء، حتى في فترات تسجيل اللاعبين، حتى حيكون في فترتين تسجيل مظبوط في وقت قريب جدا من بعض يعني، حتكون فترة التسجيل الأولى من 21/10 إلى غاية 10/11، وبعدين بعدها على طول من ثاني يوم من 11 إلى 30/11 يعني. الموسم هذا موسم استثنائي في كل شيء. انا حبيت بس اقول لك استاذ محمد اتفضل، ان هذا نظام ترخيص الانديه يفترض ان هو موجود تلقائي في كل الانديه المشاركه والغير المشاركه، هذا برنامج تنظيمي احترافي يعني لما تشوف تراجع المعايير والشروط المستوفيه المفروض تلقائيا كل نادي يعني، حتى النادي اللي في القاع يعني اخر الترتيب يفترض ان يكون عنده كل هذه المتطلبات، لان صحيح اشياء طبيعيه واشياء قانونيه وبديهيه يعني. صحيح، لما نتكلم عن في معيار مثلا الاداري والتنظيمي انه لابد لكل نادي انه يكون عنده مدير كوره محترف ومدير مالي محترف بعقد وطبيب والمدربين يعني عندهم تراخيص الكاب يعني، حاجه طبيعيه اكيد يعني، مش أكيد. وأيضا بالنسبة للمعيار المالي لابد يتأكد أن كل اللعيبة يعني مسدي لهم فلوسهم، كل واحد يعني بياخد يعني مستحقاته في كاملة. نهاية الشهر. نعم بالضبط، مستحقاته كاملة كابتن جرميدة، مظبوط مستحقاته كاملة يعني، ما في يعني. وأيضا بالنسبة لما أتكلم عن المعيار الرياضي، المعيار الرياضي اللي هو المعيار الأول في هذا النظام، أكيد يتكلم على قطاع الناشئين، هذا ليس بحاجة يعني جديدة عن الوسط الرياضي، بالعكس يعني مثلا نشوف النادي الأهلي ليه تاريخ وتاريخ في قطاع الناشئين يعني،
مش عايزين نتكلم عليه، ناس يعني طلعوا اجيال واجيال، اذا هو السيستم موجود اصلا، أكيد أكيد. شويه اعاده تنظيم بس، اعاده ترتيب يعني. كابتن جرميدة أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة المهمة جدا والقيمة، بالتأكيد مراقب مباريات في الاتحاد الإفريقي والأمين العام المساعد للاتحاد الليبي، مداخلة كانت مهمة جدا عشان نتكلم على المرحلة الجاية بالنسبة لترخيص الأندية المشاركة في مصر. قبل ما أختم هذه الجزئية، 8 أندية مبدئية، النادي الوحيد اللي أرسل حتى هذه اللحظة النادي الأهلي ما من فترة، وكان الكابتن محمد فضل أعلن إن النادي الأهلي في ملف الترخيص تحديدا واخد مسافة كبيرة جدا، وإن شاء الله بإذن الله هيكون مشارك في دوري أبطال إفريقيا الموسم القادم. أخرج إلى فاصل والفقرة الأخيرة من الترند العالمي ومشاركات الجماهير على السؤال اللي طرحناه في بداية الحلقة. اهلا وسهلا بحضراتكم بجديد، وبالتاكيد نروح بسرعه بقى لمشاركات الجماهير على الرساله اللي كنا طالبينها منهم يوجهوها لميار شريف لاعبه النادي الاهلي ومنتخب مصر. بالتاكيد اللي عملت انجاز كبير النهارده في التنس وتحديدا في رولان جاروس امام اللاعبه التشيكيه المصنفه. ابدا اول حاجه بالملاك البريء، بدايه جيده بالتدريب والتركيز ان شاء الله القادم افضل، ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. خالد دمهران ألف ألف مبروك ولكل مجتهد نصيب، وإن شاء الله من نجاح إلى نجاح عظيم، ربنا يوفقك في اللي جاي كابتن ميار، وكلنا فخورين بيكي وإن شاء الله اللي جاي أفضل. دي كانت إطلالة سريعة كده على مشاركات الجماهير والرسالة اللي حب يوجهوها لميار شريف لاعبة النادي الأهلي وأول مصرية تشارك في الأدوار النهائية في بطولة رولان جاروس. بشكر حضراتكم بالتأكيد على حسن المتابعة والمشاهدة، وبإذن الله نلتقي على خير في حلقات أخرى قادمة من برنامج الترند. شكرا وإلى اللقاء.